مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم بلدنا يا حلوة. النهاردة موضوعنا جميل جدا، موضوعنا عن الجمال. الجمال بيشغل بال كل الناس وبالأخص السيدات، بس النهاردة حلقتنا خاصة جدا. النهاردة بنتكلم عن الجمال في ليلة الزفاف. كل عروسة بتحب تكون ملكة متوجة يوم عرسها. هنعمل كده ازاي وهيحصل كده ازاي؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع العديد والعديد مع اسرار الجمال. بس اسمحوا لي في بدء الامر ارحب بزميلتي الاعلاميه الاستاذه دينا عصام. برحب بيك يا استاذه دينا. برحب بيك يا مروه وبرحب بالساده المشاهدين. طبعا موضوع حلقتنا النهارده كيف تكوني جميله يوم زفافك، فلا يليق القبح بحواء فكل فتاه جميله. النهارده هنتكلم عن حاجات كثيره قوي خاصه بليله الزفاف. كل واحدة طبعا بتبقى مشغولة ازاي هحضر نفسي اليوم زي ده. غير كده ان احنا كمان هنتكلم عن جمال المرأة بشكل عام، هنتكلم عن المشاكل اللي بتخص الشعر والمشاكل اللي بتخص البشرة. كل ده هنعرفه اكتر مع خبيرة التجميل والميك اب ارتست استاذة هبة المغربي. برحب بك يا استاذة هبة. مرحب بك يا استاذة هبة، واهلا بيكي معانا في البرنامج. استاذة هبة المغربي الميك اب ارتست، طبعا حضرتك عارفة مقولة إن الله جميل يحب الجمال طبعا. فأول حاجة أساسية في العروسة هي الميك اب أكيد. فأنا عايزة أعرف إزاي العروسة بتجيلك وبتحضري معاها إزاي الموضوع ده؟ بيبقى في لازم تتبعات قبل الفرح مش أقل من شهر، تبتدي اللي هي تتابع مع الميك اب ارتست اللي هي بتشتغل لها. بيبقى في مشاكل بشرة، مشاكل شعر، مشاكل بيبقى فيه حبوب، بيبقى فيه ممكن تبقى البنت صغيره بس مهمله شويه في البشره بتاعتها، تبص تلاقي فيه تجاعيد وخطوط تمام. مش بالسن ففي مشاكل كتير قوي بتواجه البنات اللي ممكن تكون داخله على الجواز. تمام. ازاي اقدر اعالج ده يا استاذ؟ ازاي اقدر اعالج كل المشاكل اللي بتمر بيها العروسه قبل يوم فرحها؟ كل حاجه بيبقى ليها حاجه، يعني الحبوب، في حبوب حيه، في بذور تحت الجلد، في البذور السمراء، الهالات السوداء، في نمش، في حاجات كتير. ممكن تلاقي في اللي هو الجلد الابيض اللي هو الدهون البيضاء اللي تحت الجلد، برضو دي بتتشال بس تتشال بالليزر. والدهون تنضيف بشره ده مهم جدا، والعنايه بالبشره مهمه جدا جدا جدا، ده حتى قبل الجواز المفروض البنوته نفسها تهتم بتنظيف البشره، بحيث ان البشره كل ما بتبقى صافيه كل ما بيبقى فيها نضاره كل ما بيبقى فيها حيويه. تمام. طب هل الميك اب ضروري؟ يعني في سيدات كتير وده احب اوضحه لاعزائنا المشاهدين، بيقولوا يعني انا حلوه من غير ميك اب، انا مش عايزه احط ميك اب، فهل هو ضروري على فكرة ان كل ست تبقى عندها ميك اب في هو البيت؟ هو لازم يبقى في حركات، يعني يبقى في كده. طب اللي ما بيحبش يحط ميك اب، طيب ايه؟ تنظيف البشره، النضاره مهمه جدا جدا جدا، الغذاء وشرب الميه مهم جدا جدا جدا، كل الكلام ده. يعني هي ممكن ما تلجاش انها تحط ميك اب خالص لو عملت اللي حضرتك بتقولي عليه ده. تمام. وفي حاجات دايمه في حاجات دايمه برضو بتتعمل دلوقتي، في حديث حاجات حديثه بتتعمل بتدي شكل للمرأة حلوة قوي 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 ورونقها بيبقى جميل، بس مش كل الستات بتقدر تعمل دوت. طب ايه بقى البديل؟ تنظيف البشرة، تنظيف البشرة والعناية بالبشرة مهمة جدا جدا جدا. مش لازم اللي هي تروح، حتى لو هتروح لمتخصصة اوكي، على الاقل خالص مرة او مرتين في الشهر مش كتير، بس في تتبعات في البيت. الست اللي هي البسيطه اللي هي ربه منزل عاديه جدا، تخش تعمل اكل بتاع الكلام ده كله، الصهد بتاع البخار بتاع الاكل نفسه يعني بيأثر على بشرتها، بيفتح مسام البشره، تبص تلاقيها ضرتها بدل ما تنفعها. هي لو عملت غسول قبل ما تعمل اكل وكده وتقوم حتى سكراب على وشها على وشها، تبصي تلاقي البخار لو جه المسام اتفتحت، البشره استفادت اكتر ما تقدر. طب دي ابسط حاجه. كلمينا عن الميك اب بقى، ازاي اعرف افرق بين الميك اب التقليد والميك اب الاوريجينال؟
لا الميك اب الاوريجينال بيبقى معروف، وخصوصا عند الناس اللي هي المحترفه برضو اللي بتبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. لا انا بتكلم على الست البسيطه، ازاي هي نزلت خلاص انا نازله اشتري ميك اب، ازاي اقدر افرق ان الميك اب ده يعني مضر لبشرتي ولا هيفيد بشرتي؟ هل بيبقى فيه تجارب اقدر ان انا اعرف ده اوريجينال او مش او تقليد؟ أو تقليد يعني ساعات بيبقى فيه حاجات كوبي يعني تقريبا نفس نفس اللي هو كوبي نمبر 1 اللي هو بيبقى زيه بالظبط بس اقل، دي بتبقى مخصصه اصلا للاوريجينال. هل اللي هو الكوبي ده بيبقى مضر؟ مش كله. مش كله تقالي بيبقى قريب من الاوريجينال كده ولا كده؟ لا مش زي الاوريجينال بس مش كله بيبقى مضر. لو هي المدة الصلاحية، اصل مدة الصلاحية برضو مهمة جدا. طالما كويسة ممكن عادي، ممكن تستعمله عادي. تمام تمام. طيب حضرتك بتدي نظام غذائي معين للعروسة؟ طبعا يعني لازم اكل معين عشان نضارة بشرتها عشان شعرها؟ طبعا الفاكهة والمية مهمة جدا 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 للعروسة، ولازم تروح عند خبيرة العناية بالبشرة على الأقل خلص مرة كل أسبوع قبل الجو قبل الزفاف. تمام تمام. كلمينا بقى عن أضرار الميك اب ومميزاته. زي ما الميك اب بيظهر شكلي العام قدام الناس وبيديني مظهر كويس، دي بتبقى مميزات للميك اب، أكيد بيبقى ليه عيوب يعني بتضر البشرة، كلميني عنها. الميك اب اللي على طول على طول على طول على طول أكيد بيضر، اكيد بيضر، لكن لما يكون عندك حدث مهم هو اللي تستعملي فيه الفول ميك اب. تمام يعني الميك اب كامل. تمام. طب انا عايزه بس اسال استاذ ربيع، معانا برضو استاذ ربيع احمد مصفف الشعر، احب اسال حضرتك ايه اخر بقى صيحات قصات الشعر والالوان؟ يعني انا عايزه اعرف القصات والالوان. في القصه مثلا اللي هي اليوز اللي هي القط قصير، القط دي مثلا اللي هي الأسير. يعني هو الموضه دلوقتي القصير؟ لا مش الموضه القصير. الموضه دلوقتي اللي هو قصه نظام اسمها تقطيع مدرج يعني ديجرادي. ديجرادي مقطع. تمام تمام. والالوان بقى؟ الالوان بقى مش كلها. يعني كان في الوانات السنه اللي فاتت، كان في الرمادي والسيلفر. تمام. بس ده مش موجود يعني دايما للعروسه. يعني ما بنستعملوش، بس هو بيبقى صعب جدا اللون ده على فكره، يعني هو برده مش اي حد بيعرف يطلعه على فكره، يعني دي مشكله. تمام. بالظبط بالظبط تمام. وهو بياخد وقته. وهو بياخد وقته. يعني مثلا في بشره مثلا سمراء قوي ما ينفعش على معاها الالوان دي بالظبط، مش هيليق معاها. لا ما ينفعش. احنا الرمادي والسلفه والالوانات ديت. طب ايه الالوان اللي تليق مع البشره الفاتحه وايه الالوان اللي تليق مع البشره القمحي او بصي هي البشره الخمريه بيليق فيها الحاجات الهاديه. البنيات قصدك؟ البنيات. في حاجه اسمها قشر زيتي. ندي على اللي هم بيقولوا عليه زيتوني. تمام. ده برضه كويس للبشره. بس الموضه حاليا الرمادي. لا مش حاليا. الحاليا دلوقتي اللي نازل موده اللي هو الازرق. ما خلينا برضه اتفق معاك يا مروه في حاجه، ان انا ممكن استعمل حاجه او احط او اعمل لون شعري ما يليقش على بشرتي ويبقى طالع موضه. بالظبط. لا لازم حاجه لايقه عليا. بالظبط بالظبط. طب احنا معانا شغل برضه بتاع حضرتك كده، يعني احب حضرتك اتفضل. البنوته حضرتك عامله لها الميك اب مش كده؟ تمام. عايزاك تكلمني وانت بتشتغل بقى، انا كعروسه جايه لك. تمام. بتنصحني بايه قبل اي حاجه خاصه بشعري؟ هو عامه الشانيو بيتعمل على تبع على حسب الوش اللي قدامي والفستان اللي هي لابساه والميك اب. يعني انت لازم الاول تشوف هي الفستان وستايل هيبقى عامل ازاي؟ بالظبط. لو الفستان معانا مثلا بكم زي كده ما نحتاجش طرحه. بس تالي تدويرة الوش تفرق، يعني الوش يعني الطويل شوية غير المدور شوية، هي دي اللي بتفرق مع مع قصات الشعر أو تسريحات الشعر حتى بالنسبة للعروسة. في وش الوش مش كله مش زي بعضه. يعني مثلا بيجي لنا مثلا وش مطول شوية، وش مليان. لازم تمام. طبعا الكاميرا أكيد جاية على لازم نحدد بين ده وبين ده. تمام. يعني انا هوريكم حاجه دلوقتي. انا برضو عايز اسال السؤال ده الاستاذه هبه برضو، هل الميك اب بيفرق الوش المدور عن الوش المربع عن
اكيد. اه كل حاجه كل بشره بتفرق ايه سحبه العين بقى او حاجه زي كده على حسب سحبه العين. لو العين صغنطوطه بحاول ان انا اوسع لها السنه، بحاول ان انا اعمل شويه تغييرات تمام في اللوك نفسه اللي هو وفي نفس الوقت يكون لايق عليه تمام ويكون كويس. بس طب مثلا طب الميك اب بيفرق برضو مع الوان اللبس؟ يعني انا مثلا لابسه بنيات تمام غير ما هكون مثلا لابسه بينك، ده برضو الميك اب بيختلف معاه؟ ممكن ان انا اعمل حاجه كده اهوت غير اللبس. يعني معقوله يعني الميك اب بيبقى غير اللبس مش ماشي مع يعني اللبس نفسه؟ ممكن تكوني لابسه احمر ممكن اعمل بنيات هتبقى حلوه وتحفه برضه. عشان الاحمر والبني ممكن تزاج الالوان بجيب تمزج الالوان ده بيبقى برضه مهم. ممكن ان انا ادخل حاجات غير اللبس. تمام. طب بالنسبه بقى لو انا نازله شغل الصبح وراحه شغل الصبح وعايزه احط ميك اب حاجات ناتورال، بيفرق ما بين ميك اب الصبح وميك اب بالليل؟ طبعا بالليل حاجه ده راحه سهره راحه خروجه اكيد اكيد سواري راحه تعشي بره خارجه مثلا مع اصحابك حتى كمان الخروجه الكاجوال ليها الميك اب بتاعها. يعني ايه يعني ايه ست البيت تمسحي ايه الموظفه البسيطه اللي نازله النهار كده راحه شغلها او راحه وظيفتها تمسحيها تحط ايه الميك اب يعني الوان الاي شادو؟ انصحها اللي هي ما تحطش فاونديشن على بشرتها بالذات بفتره النهار مبدئيا، ما تحطش فاونديشن مطلقا لان كل يوم كل يوم هتدمر بشرتها، هتدمر بجد بشرتها. وبالنسبه للصن بلوك يعني ممكن الصن بلوك بحطه بعمل الغسول الاول وببتدي ان انا احطه قبل ما انزل ب 10 دقائق او ربع ساعه تمام بيفرز ماده زيتيه كده هو بمسحها بمنديل بس الفايده بتاعته بتبقى عندي في مسام الجلد فبتحميني من اشعه الشمس وفي نفس الوقت انا ما بتعرضش برضو لاشعه الشمس لان الماده الزيتيه بتاعت الصن بلوك ممكن تضر لي برضه البشره. طب في اسامي معينه للميك اب؟ يعني مثلا في اسم الميك اب اللبناني زي ما احنا عارفين في السموزي في ايه الاسامي بقى؟ عايزه اعرف الانواع دي تبقى اوضحها برضه لاعزائنا المشاهدين. هي مصر عامه مبدعه الميك اب وعلى الحوائط بس كل واحد بقى حب يعمل لنفسه جو كده ويعمل لنفسه ويدي اسم ويدي اسم لبناني خليجي تمام ما هو حسب بقى ما بيغير مثلا في شكل العين تحفة. في بس تحفه طبعا تمام كل تمام. واحد بيبقى ليه الابتكار بتاعه وكل واحد الشغل بتاعنا عامه بنضيف لبعضنا البعض وبنعلم بعضنا البعض. طيب العروسه مثلا اللي بتيجي تتعالج عند حضرتك شرط مثلا بتعملي لها الميك اب الدائم على طول ولا مثلا حضرتك بتستخدمي معاها بقى هو الميك اب الدائم؟ طب مثلا العلاج الطبيعي برضه يعني الحاجات الطبيعيه مثلا ماسكات الطبيعيه ماسك الزبادي سكريبت شفايف اللي هو القرفه بالسكر يعني في ماسكات انت بتمسحيها بيها طبعًا. في البيت حاجات طبيعيه يعني بيتهيألي بيبقى افضل من كتير 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 من الميك اب الدايم حضرتك بتعالجيها في نفس الوقت ما ده علاج لكن الميك اب الدايم عروسه داخله مثلا حياه جديده وعايزه تقوم من النوم تلاقي شكلها حلو ما يجراش حاجه لما تعمل حاجات حلوه جديده بس ده بيستمر فتره قد ايه بقى؟ ست شهور سنه بالكتير بس ده ما بيعملوش اضرار ما بيضرهاش مثلا بعد كده؟ لا طالما راح ملوش اضرار طالما طلع من المكان نفسه ملوش اضرار. طب خلينا نستغل نقطه زي دي يا مروه قولي لي بقى وصفه طبيعيه اقدر اعملها في البيت حاجه بسيطه كده تدي نضارة للبشره اقدر ان انا اعملها في البيت. هو الكولاجين عامه في قشره الموز مع معلقه عسل مع نقطتين ليمون فيتامين سي احطه على بشرتي؟ لا بس لازم اول بشره تكون نظيفه بالظبط منظفه ميه ورد او بتلجه ننظف نظبط نحط السكراب على بشره صحيه تمام ناكل كويس نشرب ميه كويس ننام كويس بالظبط مهم كويس قوي الفاكهه دي فظيعه. طب انا عايزه نصيحه منك لكل عروسه للاسف وقت برنامجنا قرب خلاص وعايزه بس نصيحه منك كده لكل بنت مقبله على الزواج ولانها اهم فتره في حياتها وبدايه حياه جديده عايزه نصيحه منك كده عشان الاهتمام بشعرها وبشرتها. مشاكل الشعر ديت ما تعديش كتير قوي قوي وكل حد ليه مشكلته تمام من اول القشره لغايه الفترات اللي هي النشطه فدي عايزه لها حلقات
مش نصيحه بسيطه كده للعروسه تقولي لها تعمل ايه بس يعني هتغسل شعرها. ده اوضح ده لاعزائنا المشاهدين. كتمه الشعر هي اللي بتدمره. تمام مبدئيا كده. تنظف بشرتها، تنام كويس طبعاً. تاكل كويس. لازم لما انظف بشرتي قبل ما انام نفسيتها. هو النفسية بتأثر جامد جدا على البشرة وعلى الشعر وعلى طبعا أوكي. طبعا بس لو انا ضغوط في الحياة وديت بديل للعناية الدنيا تبقى برضو كويس. انا شايفة استاذ ربيع برضو الشعر هو معانا ما شاء الله بيبتدي هو يفنش هو تقريبا. تمام عموما احنا قربنا نخلص بس فعشان وقت البرنامج بس انا بس عشان عايزه الشكل ان هي يظهر دلوقتي. العروسه بتحب الميك اب السيمبل اللي هي دي فعلا كل العروسه تحب تبان طبيعيه اكتر بالظبط يعني حاجات ناتورال قوي قوي قوي. ودوت اللي انا حبيت اللي انا اعمله النهارده في البرنامج اللي انا اعمل حاجه ناتورال قوي وفي نفس الوقت في شد تعين وفي نفس الوقت مبينه ملامح. فعلا الميك اب بتاعها جميل جدا والميك اب ده حضرتك اللي عاملاه. اه طبعا تمام انا ما يعني جهزت قبل البرنامج عشان الوقت. تمام هو كده خلاص هو بيفنش الشعر هو تقريبا خلاص عشان وقت البرنامج بس. تمام وكده خلاص. انصحي اي عروسه ان هي تبعد عن التوتر وتبعد عن مهم جدا وطبعا بس كده اوريدي تنام بالليل والكلام ده كله عشان كله بيأثر على بشرتها. الشهر الاخير بتاع الجواز دوت العروسه من تاني ما بتنامش خالص. هي اصلا بتبقى متوتره اصلا متوتر. هي اصلا بتبقى عندها توتر لانها بدايه حياه جديده. بالظبط وازاي هعمل ايه وهسوي ايه بقول لها يعني ريلاكس خالص. للاسف وقت فقرتنا انتهى وكان وقت ممتع جدا يا استاذه هبه واستفدنا بمعلومات قيمه وارجو ان اعزائنا المشاهدين يكونوا استفادوا وكان وقت ممتع جدا وبنشكرك جدا يا استاذ ربيع وبنشكر الموديل ونورتينا ونورتيني يا دينا. الى هنا انتهت فقرتنا. نترككم في رعايه الله وشكرا على حسن المتابعه والى الفقره القادمه ان شاء الله.